مكان ليلى صافية رايعة. جو كورة جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعب، المستوى العالي في مباراة اليوم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه شيء لا يمكن وصفه بصراحة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، محاولة من جهة اليسار. الآن فرصتهم للمرتدة. يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة عرضية، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب الكرة مباشرة قبل وتب، وينجح في تسجيل الهدف. تسلل واضح في هذه اللقطة. يلعب كرة بينية طويلة، يلعب كرة، فرصة للتسديد. هدف لتونس. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات. لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. هجمة مرتدة الآن. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ويمر، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. قام بتحرك مذهل من منتصف الملعب، بذل جهد كبير للوصول إلى الحارس. اللمسة الأخيرة هي اللي كانت مشكلة، لم ينجح في استغلال الكرة. يا لها من كرة. شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان. هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. يمر ويلعب كرة بينية، لمسة بينية، لمسة في المساحة الخالية. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. كرة إلى الأمام، كرة من جهة اليمين، يبحث عن المهاجم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تسديدة من أول لمسة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة.
يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، هذه فرصة خطيرة، سننتظر. لديه الفرصة الخطيرة والتسديد، هدف لتونس. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. ولديهم يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. هدف قاتل، أفسد أداء رائع الفريق في الشوط الأول. محرج دائما تسجيل هدف في مرماك، ورغم ذلك يبدو أنهم لم يتأثروا. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. نفس الأسماء التي بدأت المباراة. يغير اتجاه اللاعب على الجناح، عند مساحة خالية على الطرف. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة والرأسية مذهلة. الكرة في الشباك، هدف. رأسية في منتهى الروعة، لكن قبل ذلك يا جماعة شوفوا الكرة العرضية. والتقدم الآن بفارق هدفين. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير. فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة، لمسة بينية، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. كرة طولية إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية. ها هي الكرة في المرمى، جول. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. وهذه رمية جانبية. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة على الجانب، هل ينجح في المرور؟ يلعب هذه ضربة رأسية، كرة مقطوعة بامتياز. لدينا تغيير جديد هنا. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه. الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله على الكرة، جميلة. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. عرضية داخل منطقة الجزاء، تسديدة. يا إلهي، هدف النيران الصديقة.
هدف سجل وبالتأكيد بهذا الخطأ الفادح. يمر يلعب كرة بينية مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. قد تكون هذه، يسدد الكرة، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. عرضية، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ إعاقة في منطقة الجزاء، لابد وأنها ضربة جزاء. تونس في موقف صعب الآن بعد هذا القرار، كيف يتعاملون مع هذا الموقف الصعب جدا؟ لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. يلعب كرة بينية، الكرة تصل إليه. كرة بالعرض، يمسك الحارس بالكرة وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. حققوا الفوز بعد أداء رائع في كل الخطوط. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة.